أذهب إلى مارك لي محلل الأسواق المالية في إكويتي كلوب. مزيد من التفاصيل، أهلا بك معنا في هذه الفقرة. نشاهد أنه الذهب يعود مرة جديدة ويستعيد ل 1900 دولار بعدما تداول أكثر يمكن من أسبوع طوال الأسبوع الماضي بجلسات دون ال 1900. كان هناك صعوبة في العودة مرة جديدة، حتى أنه أقفل الشهر، يعني شهر سبتمبر شاهدناه أقفل دون ال 1900 دولار. ما هي العوامل في المرحلة القادمة التي ستساهم، وهل إصابة ترامب بكورونا كيف ستؤثر على سعر الذهب؟ كما قلت، رأينا التعافي في أسعار الذهب بعد العمليات البيعية في الآونة الأخيرة، ودائما عدم اليقين الاقتصادي والنتائج الاقتصادية التي فيها معاناة ستزيد الطلب على الذهب كملاذ آمن مقابل البورصات التي فيها مخاطر أعلى. إصابة ترامب بالفيروس تسببت بهزة، وهو سيكون في حجر صحي لمدة أسبوعين، والمناظرة المقبلة بعد أسبوعين، فهل هو يلعب لعبة لتأجيل هذا الأمر؟ طبعا سبب مراهنتي على الذهب ليس فقط ذلك، بل السياسات من البنوك المركزية لها تأثير أكبر. هناك الأزمة المالية في العام 2008 وأزمة الاتحاد الأوروبي في 2011، وفي 2020 رأينا الجائحة تبدأ. في البداية كان هناك عملية بيعية في الذهب، لكن ضمن بيئة الفوائد المنخفضة، وهذا الأمر قائم منذ فترة، هذا الأمر سيضعف الدولار، وهذا الأمر سيزيد من الطلب على الذهب. التراجع من مستوى 2070 الأقصى، هذا التراجع صحي، وأنا مؤكد أننا سنرى هذه المستويات السعرية الجديدة في المستقبل القريب. هناك فائدة منخفضة لفترة طويلة، وهناك عدم يقين كبير، وبالتالي تراجع الذهب الآن ربما فرصة جيدة لشراء الذهب لمن لم يشتروا الذهب من قبل. نعم، بالنسبة إلى المناظرة القادمة، يعني حصل الآن تغيرات كبيرة جدا. نشاهد أنه الإصابة في كورونا، إلى الآن ليس لدينا معلومات أكثر من إعلان الإصابة، وأنه كل شيء تحت السيطرة وليس هناك شيء يقلق. لكن إذا استمرينا في الموعد اللي هو الموعد المناظرة الثانية، برأيك كيف سيكون شكل المناظرة؟ سيتغير أسلوب التكتيكي في الهجوم وحدة السجال كانت بين المرشحين؟ Yes, as I said, we had that first election in the early hours of Wednesday morning. So after months of نعم، شهدنا مناظرة قبل ثلاثة أيام وكانت فيها سجالات كبيرة، وبعد فترة من المناوشات حصلت المناظرة. بايدن تقدم في المناظرة، وكان هناك اعتقاد أنه في المناظرة كانت شعبيته ستتراجع، فهو ليس بشعبية ترامب في التعامل مع المناظرات، لكن بايدن تعامل مع الضغوط بشكل جيد على الرغم من هز رأسه والردود الانتقامية، لكن بايدن كان هادئا نسبيا. وبالإجمال أعتقد أن المناظرة الأولى كانت مليئة بالفوضى، ولم تكن حدثا هاما، ولم تعطي المستثمرين أي فكرة عن المستقبل، وكانت فيها مقاطعات كثيرة وفيها إهانات متبادلة، وكانت هناك حالات تهرب من ترامب، وبايدن أيضا مارس التهرب. غياب الدراما في المناظرة الأولى سيخدم بايدن. نحن انتهينا من المناظرة الأولى ولم يحصل تغير كبير في السوق بعدها، وأعتقد أن بايدن كان سعيدا بنهاية المناظرة الأولى ونتائجها، لم يكن هناك ما يخيف منها. هو متقدم في استطلاعات الرأي، لكن إلى أي مدى سيظل متقدما؟ نعلم أن استطلاعات الرأي مضللة، وأنا حذر في قراءة نتائج الاستطلاعات. ترامب هو شخص مثير للجدل، ولا شك في أن هناك الكثير من الأمور التي ستحصل،
سننتظر المناظرة الثانية على أمل أن تحمل معلومات أهم وأدق. طبعا نحن الآن مع تقرير الوظائف، بما أنه الاقتصاد الآن الأمريكي لا يعمل 100%، ويأتي تقرير الوظائف بداية إذا كان أكثر من التوقعات أو أقل من التوقعات، ولكن هذا العدد من خلق الوظائف ويعني ألا تراه مناسبا مع نسبة التشغيل في الاقتصاد، لأن الاقتصاد لا يعمل 100%، وثانيا التحفيز، كم سيدعم التحفيز خلق الوظائف في المرحلة المقبلة؟ Yes, as you said, NFP Friday. So historically, كما قلت بيانات الوظائف غير الزراعية هي البيانات الأهم التي تصدر يوم الجمعة من أول كل شهر، وطبعا 80% من الشركات تسهم في الناتج المحلي الإجمالي وتصدر نتائج التوظيف. صدرت الأرقام كانت عند 660,000، أي أقل من الرقم توقع عند 850,000. رأينا البورصة تتراجع قليلا على خلفية هذه البيانات، والذهب يرتفع قليلا لكن يظل في حالة تداول عرضي. أعتقد أننا عند مفترق طرق في الاقتصاد الأمريكي. هناك الفيدرالي الذي كان قويا ودعم الاقتصاد، اتخذ إجراءات قوية ووفر شبكة أمان للبورصة. في الآونة الأخيرة كان هناك تغير في خطاب الفيدرالي، حتى هذا الأسبوع أحد أعضاء الفيدرالي قال إن التصحيح هو أمر صحي. إذن هذه تشكل انقلاب عن الدعم القوي السابق. حاليا التأكيد من الفيدرالي هو على البيت الأبيض لتقديم حزمة تحفيز ثانية. هل سيفي البيت الأبيض بهذا الأمر؟ الإنفاق ما زال ضعيفا مقارنة مع ما قبل الجائحة. كانت هناك عمليات تسريح للعمال، تسريح مؤقت، والكثير منها سيتحول إلى تسريح دائم، وهذا الأمر سيعني إنفاقا أقل من المستهلكين. إذن هذا الأمر يؤثر تأثيرا كبيرا على السوق. هل ستكون هناك رسمة تحفيز ثانية؟ ومتى ستحصل إن حصلت؟ لا شك أن الضغط حاليا مكثف في هذا المجال. شكرا لك مارك لي، محلل الأسواق المالية في إكويتي جروب، على هذه المعلومات.